أبناء طلبة وطالبات الثانوية العامة، النهاردة بإذن الله هناخد واحدة من أهم التايم ادفيربيلز في اللغة الإنجليزية. للأسف بتلخبط طلبة كتير وناس كتير، اللي هي باي أو باي ذا تايم. أول حاجة، السنة دي في إحدى اختبارات الامتحانات التجريبية في إحدى المدارس جه سؤال في تشويس جملة فيها باي ذا تايم، وكان في الاختيارات ان باي ذا تايم معناها ايه، هل معناها بيفور ولا افتر ولا وذن. فده لخبط طلبة كتير. اول حاجة بنبدأ بيها ان باي ذا تايم معناها بيفور ذا تايم، باي ذا تايم معناها بيفور ذا تايم. يعني مثلا لما بقول باي 9 AM، بحلول الساعة 9 الصبح انا هكون عملت كذا، معناها ان انا عملت الشيء ده قبل الساعة 9، مش معناها الساعة 9 بالظبط او بعدها، لا معناها قبل. يعني لما تيجي الساعة 9 انا هكون خلصت بالفعل الشيء اللي انا بتكلم عنه. طيب، هل في كل مرة لازم تيجي باي بعدها كلمة the time او this time؟ لا، باي ممكن يجي بعدها expressions تانية كتير زي باي تومورو، يعني غدا أو بحلول الغد، باي ذيس تايم نيكست ويك، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو بتكلم إن النهاردة هو السبت الساعة 9 بالليل، فهقول باي ذيس تايم نيكست ويك، يعني معناها السبت الجاي الساعة 9 بالليل، يعني زي النهاردة بالظبط في نفس الوقت، ده معنى باي ذيس تايم نيكست ويك. أو by 9 AM الساعة 9 الصبح، دي معناها بكرة الصبح على طول الساعة 9. أو by the end of the day على نهاية اليوم. أو by then حينئذ. أو by now. أو by noon، by noon يعني بمجيء الظهيرة وقت الظهر. أو by midnight بمنتصف الليل اللي هو الساعة 12 بالليل. أو by sunset على المغرب، بحلول المغرب. أو باي جينوري، باي جون، باي أبريل، أو تاريخ أي سنة زي مثلا 2030. دي كلها تايم اكسبريشنز مختلفة أو تايم فريزز ممكن إنها تيجي بعد كلمة باي، وأخدنا الأمثلة دي عشان نكون متفهمين إن باي مش لازم يكون بعدها باي ذا تايم بس، وإن في حاجات تانية ممكن تيجي بعدها. طيب، عايزين بقى القاعدة بتاعة استخدام باي أو باي ذا تايم أو أي حاجة من التايم ادفيربيلز اللي احنا قلناها. دلوقتي في حاجتين، باي ذا تايم ممكن تيجي في جملة فيها زمنين، وممكن تيجي في جملة فيها زمن واحد. هنبدأ الأول بالمثال الأول، إنها بتيجي في جملة فيها مثال زمنين. إيه هما الزمنين اللي ممكن يكونوا موجودين معانا؟ بيجي بعد باي ذا تايم على طول السمبل بريزنت، اللي هو زمن المضارع البسيط، اللي هو V1 الفعل في التصريف الأول. وطبعا لما بيكون فيه أو شيء أو إيد بنحط S في نهاية الفعل، دي خلاص احنا عارفينها. الناحية التانية اللي هو بعيدة شوية عن by the time، بيكون future perfect، زمن المستقبل التام، مستقبل تام. المستقبل التام ده بيتكون من إيه؟ will have زائد V3 الفعل في التصريف الثالث، will have زائد الفعل في التصريف الثالث. طيب، عايزين نعرف بمثال عملي ازاي بنستخدمها. اولا لما بيجي الزمانين دول اللي هو البريزنت سامبل والفيوتشر بيرفكت، بيبقى معناها ان الحدثين لسه هيحصلوا في المستقبل، الحدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. على سبيل المثال، لو أنا بقول في جملة منفصلة I'll sleep on the plane، أنا هنام في الطيارة الساعة 2 بالليل. وذا بلين ويل لاند ان جابان، الطيارة هتهبط في اليابان الساعة 9 بالليل. هما الحدثين هيحصلوا في المستقبل، بس واحدة
الأول اللي هي الساعة 2، وبعدها بفترة الحدث الآخر هيحصل الساعة 9. دي لو احنا هنربطها بباي ذا تايم هتبقى ازاي؟ هنحط بعد باي ذا تايم الحدث الأول اللي هيحصل الأول، هتبقى باي ذا تايم ذا بلين لاندز، بحلول الوقت اللي الطيارة هتهبط فيه ان جابان. سوري، ده الحدث اللي هو الأخير اللي هو هيحصل في الآخر. By the time the plane lands in Japan، بحلول الوقت اللي الطيارة هتهبط فيه في اليابان، اللي هو يعني بحلول الساعة 9 بالليل، I will have slept on the plane، أنا هكون نايم في الطيارة. يعني إيه will have slept؟ يعني هكون بدأت واستمريت في فترة نوم طويلة اللي هي من الساعة 2 لغاية الساعة 9. يبقى تاني by the time بنستخدمها عشان تدل على حدثين كلاهما هيحصل في المستقبل، فيهم حدث هيحصل الأول وبعده بكام ساعة أو بكام يوم أو بسنة حتى هيحصل الحدث التاني. طيب أنا لما باجي أرصها برصها إزاي؟ By the time the plane lands in Japan، ده الحدث الأخير اللي هو الفاينل. لما يجي الوقت اللي الطيارة هتكون هبطت فيه في اليابان هيكون إيه اللي حصل؟ هكون أنا نمت كذا ساعة في الطيارة. طيب الأزمنة بتتصرف إزاي؟ الحدث الفاينل ده بيتصرف في البريزنت سيمبل اللي هو التصريف الأول للفعل زي ما احنا شايفين the plane. البلين طبعا مفرد، مفرد اهي، فعشان كده حطينا الفيرب lands تهبط، حطينا له اس البريزنت، و I will الناحية التانية I will have slept، يعني أنا هكون بالفعل نمت on the plane في الطائرة. ده مثال بسيط عشان يوضح لنا استخدام باي ذا تايم او باي اي اكسبريشن من الاكسبريشنز اللي احنا قلناها. يبقى اذا اللي احنا نفهمه من اللي احنا قلناه ان باي ذا تايم مرتبطه بزمن الفيوتشر بيرفكت اللي هو ويل هاف والتصريف الثالث للفعل، وبنعيد تاني على التايمز اكسبريشن اللي هي باي تومورو، باي نيكست ويك، باي 2050، باي ذس تايم تومورو، باي ذس تايم نيكست ويك، by the time in 2 weeks time in 5 years time when وبيفور. كل دي time adverbials بتنطبق عليها نفس القاعدة اللي احنا قلناها فوق. طيب عايزين نفسر حتة ان احنا قلنا ان كلمة by the time معناها before. انا دلوقتي بقول مثلا احنا دلوقتي الساعة 10 بالليل، فهنا امبارح الساعة 10 بالليل I had finished my work. النهاردة الساعة 10 بالليل I have finished my work، أنا خلصت شغلي. بكرة بقى الساعة 10 بالليل هتبقى by this time tomorrow I will have finished my work. ده بقى احنا كنا قلنا في بداية الدرس ان by the time لو جات معاها زمنين بيبقى present simple و future perfect. طب لو جاي معاها زمن واحد يبقى هو ال future perfect بس. يبقى لو جه معاها زمن واحد هيبقى هو ال future perfect بس. يبقى الجملة دي هتتفهم ازاي؟ ان بحلول بكرة زي دلوقتي زي الساعة 10 كده قبلها على طول نبص كده على السهم، يعني قبل الوقت ادي الساعة 10 اهي، قبلها على طول انا هكون خلصت الشغل بتاعي. ده معنى ان كلمة by this time او by the time معناها before، يعني قبل الوقت المحدد ده على طول انا هكون خلصت كم معين من الشغل او حاجة انا مكلف بيها. ويبقى by the time وكل الـ expressions اللي احنا قلناها فوق اللي هي in و within و before و when دي بيجي معاها زمن الفيوتشر بيرفكت اللي هو will have
والتصريف الثالث للفعل. هتبقى دي هتتقري ازاي؟ by this time tomorrow، بحلول نفس الوقت ده بكرة، اللي هو مثلا الساعة 10 بالليل بكرة، I will have finished my work، أنا هكون خلصت الشغل بتاعي. طيب مثال كمان للإيضاح، حد مثلا هنا متجوز من 10 سنين فاتوا، ودي مثلا دلوقتي عدى على زواجه 10 سنين. طيب كمان 10 سنين من دلوقتي، كمان 10 سنين من دلوقتي، يعني in 10 years time، ونخلي بالنا ان in بتساوي by، نخلي بالنا ان in بتساوي by، يعني دي كان ممكن اقولها by 10 years، by 10 years، فهنا قلت in 10 years time، يعني في خلال 10 سنين كمان ايه اللي هيحصل؟ I will have been married for 20 years، انا كده هبقى متجوزة دي لي 20 سنة. يبقى بنأكد تاني على المعلومة، لما by the time و in و when و before بتيجي مع حدث واحد بس في الجملة، بيتصرف في زمن ال future perfect اللي هو will have، والتصريف الثالث للفعل. أمثلة: by this time next year، بحلول هذا الوقت السنة القادمة، السنة الجاية، we will have digitized all the classic films. ادي future perfect will have، والتصريف الثالث للفعل، يعني هنكون كل الأفلام الكلاسيك عملناها ديجيتال. by 2020، المفروض يعني احنا خلاص 2020 عدت، المفروض مثلا 2025، we will have restored all the animated films، هنستعيد كل الأفلام المتحركة. by the time you return، يعني بحلول وقت قدومك، ان انت ترجع يعني، we will have finished our tasks، هنكون خلصنا كل المهام اللي لدينا. طيب في حاجة غلطة بيقع فيها كتير من الطلاب، عشان احنا خلاص قلنا وأكدنا 100 مرة ان by the time مرتبطة بزمن ال future perfect، فبيتلخبط دايما في الجملة اللي بيبقى فيها حدثين، وأول لما بيشوف by the time بيحط بعدها على طول will، على أساس إنها حاجة بتدل على المستقبل، زي مثلا by the time I will arrive، بحلول الوقت اللي أنا هبقى أوصل فيه they will be eating dinner، ده طبعا غلط جدا جدا جدا، لأن إحنا أكدنا في المثال السابق اللي هو أول مثال خالص بتاع الطيارة، إن by the time لما بيكون في حدثين في الجملة، بيبقى الحدث الملاصق لها على طول بيبقى زمن ال present simple اللي هو زمن المضارع المستمر. يعني هقول by the time I arrive، by the time I arrive، هتبقى by the time I arrive they will be eating dinner، دي معناها ان انا هوصل هيكونوا لسه بياكلوا، لكن هم لو خلصوا اكل هتبقى they will have eaten dinner، هيكون خلصوا أكل، هيكون خلصوا أكل. إيه تاني الحاجات اللي بتساوي by the time بكل الـ expressions اللي قلناها وراها، when و before و after و by the time و in. طيب هنا أمثلة زيادة، you will have been given the best education، دي طبعا حطينا been عشان ده passive، لان مش انت اللي هتدينا education، احنا اللي هنديك education، فانت هنا ده passive مبني للمجهول. You will have been given the best education، انت هتحصل على افضل تعليم available متاح by the time you graduate، ادينا اهي by the time بيجي بعدها ال present simple، ال present simple. 4 years from now، بعد 4 سنين من الان، دي هنا ما جاتش فيها by the time، وجات مكانها 4 years from now، 4 سنين from now من الآن، يعني بعد 4 سنين من الآن، زي by the time بالظبط. by the time we leave، بحلول الوقت اللي احنا هنغادر فيه، ادي اهو بنأكد ان بعد by the time بيجي الزمن في ال present simple، present simple، we leave we will have better traffic conditions، هيكون عندنا مرور أفضل.
طيب بنأكد تاني على الأمثلة. They will have finished their work by tomorrow. أدي أهو present. أدي أهو future perfect. will have والتصريف الثالث من الفعل، ودي في الحالة لما بيكون الجملة فيها حدث واحد بس مش حدثين. أتمنى تكون الأمثلة واضحة ليكم، ومع التمنيات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.